الأخبار الثامنة والربع من صوت لبنان. العناوين: صباح الخير. استكانة نسبية في الاشتباك بين التيارين الأزرق والبرتقالي، والحريري اتصل بباسيل مؤكدا تمسكه بالتسوية الرئاسية. رئيس التيار الحر يحاول التبريد. شيء أنه بدي شيل مدير عام قوى الأمن الداخلي وعم بس بكرامة الطائفة كلها سوا، هيدا كله افتراضي. ومصادر المستقبل تتهمه بالسعي للهيمنة على التعيينات الإدارية. لجنة المال تبدأ اليوم مناقشة الموازنة بالاستماع إلى وزير المالية. صواريخ إسرائيلية على مطار التيفور بعد غارات على الجنوب السوري. المجلس العسكري السوداني يتجه إلى فض الاعتصام بالقوة، وتجمع المهنيين المعارض يدعو إلى إعلان العصيان المدني الشامل. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. جولة جديدة من القتال السياسي المباشر بين التيارين الأزرق والبرتقالي أخرجت الكثير من مخزون القلوب المليانة بين الطرفين، لكن التسوية الرئاسية ما تزال بأمان. هذا على الأقل ما أبلغه الرئيس سعد الحريري للوزير جبران باسيل في اتصال تم بينهما. وإذا كانت التسوية بأمان، فما الذي فجر الأمور وحول الوضع إلى عصفورية؟ والتعبير هو للوزير باسيل نفسه، ولأي هدف؟ إذا أردت أن تعرف ماذا يحصل، فتش عن التعيينات الإدارية المقبلة بحسب مصادر تيار المستقبل التي تتهم باسيل بمحاولة وضع اليد على هذه التعيينات. كل ذلك يجري فيما لجنة المال والموازنة النيابية تستعد اليوم للانطلاق في دراسة مشروع الموازنة. فهل تلفح نيران الاشتباك الدائر المناقشات ويتأثر المشروع بالغليان الحاصل؟ يجري ذلك أيضا فيما عداد الدين العام شغال، وفيما عداد الأزمات المستفحلة شغال كذلك، في مشهد يختصر انعدام المسؤولية عند من يفترض أن يكون مسؤولا. بعيدا عن الهموم اللبنانية في الجمهورية السعيدة، برز إقليميا خبر استهداف إسرائيل مطار التيفور السوري بعدد من الصواريخ، والبداية محلية. أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا أمس برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وأبلغه تمسكه بالتسوية الرئاسية، وأنه لن يدخل شخصيا في حملة الردود التي يقودها صقور تيار المستقبل ووسائل إعلامه، طالبا من باسيل تهدئة الأجواء من جهته. باسيل رد التحية بمثلها، مؤكدا بدوره تمسكه بالتسوية الرئاسية. وبحسب مصادر مطلعة على موقف باسيل، فإن وزير الخارجية أبلغ رئيس الحكومة أنه يدرك أسباب الحملة ضده، مشيرا إلى أن من يقوم يقودها هم مجموعة من المتضررين من العلاقة مع الحريري، ويحاولون إحراج رئيس الحكومة والمزايدة عليه. لكن مصادر تيار المستقبل لها رأي آخر في المسببات. هذه المصادر تعتبر أن المشكلة الحالية هي بسبب سعي الوزير باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة، وتوضح أن تيار المستقبل شعر بأن باسيل يقوم بحملة على التعيينات قبل حصولها، تمهيدا لجلسة مجلس الوزراء بعد عيد الفطر. وتشير إلى أن وزير الخارجية لا يخفي نيته التدخل في تعيينات قوى الأمن الداخلي، وسعيه مؤخرا إلى محاولة تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يضع نصب عينيه موقع المدعي العام التمييزي، وهو أحد أبرز المواقع السنية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نواب حاكم مصرف لبنان والميدل إيست. ويؤكد المصدر أن الاستياء كبير جدا في تيار المستقبل من الهجوم على عثمان،
وهذا الأمر يؤذي الرئيس الحريري في الشارع، وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج الأمور في الحكومة وأن نصل إلى الصدام. وختم المصدر بالقول إن الجميع ينتظر عودة الحريري من السفر. الاشتباك الحاصل حتى أمس في بعبدة من خلال مواقف نارية أطلقها الوزير باسيل في خلال جولة له في المنطقة. ليكوا كيف بيعملوا مشكلة طائفية بالبلد على شيء أنا ما قلته بالإعلام هو إيجابي، وبيبلشوا يعملوا ردود عليهم شيء عن أساتذة، شيء عن السنية السياسية، شيء أنه بده يشيل مدير عام قوى الأمن الداخلي، بده يقيله وعبس بكرامة الطائفة كلها سوا. هيدا كله افتراضي مش حاصل. أول شيء العماد هون منه ابن المارونية السياسية تيكون مربانا عليها ومعلمنا إياها، ولا راح ترجع المارونية السياسية لأنه نحن ما بدنا إياها ترجع، لأنه ما بينبنى البلد لا عمارونية سياسية. وإذا حدا اعتقد بفترة أنه بيمشي بسنية سياسية غلطان، وإذا حدا معتقد بكرة أنه بيمشي بشيعية سياسية كمان غلطان. القراءة السياسية في هذه النشرة مع النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. صباح الخير دكتور علوش. صباح النور. السبب الحقيقي لهذا الاشتباك بين التيارين الأزرق والبرتقالي، الوزير باسيل مثل ما سمعنا عم بيقول كل ما ينقل عنه منه صحيح. طبعا إذا كان هذا الكلام اعتذار أو نفي للكلام هذا مفيد، لكن المشكل الأساسي أنه الوزير جبران باسيل تاريخيا وحتى بكل محطة من المحطات بيقول كلام ربما يمكن يكون زلة لسان أو بسبب الجو اللي بيكون عم يحسه بهالوقت هذا، بيقول كلام بيرجع بيتراجع عنه أو بينفيه. بده يتذكر المسؤول أنه مسؤول، أنه هو بموقع يعتبر نفسه أنه حاكم البلد بشكل من الأشكال، ما بيقدر كل محطة أنه يقول كلام ويضطر يتراجع عنه أو ينفيه بمحطات أخرى. الانعكاسات لما يجري، هل التسوية الرئاسية مهددة؟ هل العمل الحكومي مهدد؟ لوين رايحين؟ أنا فيني أكد من جهة الرئيس الحريري أنه هو متمسك بالتسوية الرئاسية اللي هي تستند إلى تأمين أقصى قدر من الاستقرار لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وعمليا التسوية أتت مع فخامة الرئيس. فخامة الرئيس هو اللي بيتفاهم مع رئيس الحريري بهالخصوص هذا. لهيك بأكد من جهة سعد الحريري حرصه على مصلحة الناس وتأمين الاستقرار اللي حيخليه متمسك بالتأكيد، وبظن فخامة الرئيس بيعرف أنه نجاح الحكم ونجاح العهد يستند إلى هذا الاستقرار. شكرا للنائب السابق مصطفى علوش. وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ردت على كلام الوزير باسيل الذي طال المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وطلبت منه عدم التشويش على عمل باقي الوزارات التي لا تدخل في اختصاصه أصلا ولا تتناسب مع موقعه كوزير للخارجية، وشددت على أنها لن تسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الأمنية. وسألت الوزير باسيل عن تفسيره للهجوم الشرس الذي تتعرض له شعبة المعلومات نتيجة دورها في مكافحة الفساد. الموقف الأقصى من المستقبل ورد في مقدمة تلفزيون المستقبل الذي لم يترك سترا مغطى لباسيل. التلفزيون توجه إلى وزير الخارجية بالقول نصيحة لوجه الله، أسلوبك في مخاطبة اللبنانيين قد يأتيك ببعض المصفقين من الأنصار، لكنه بالتأكيد يستدعي حالات من التذمر لدى قطاعات واسعة من الناس. هناك من يعتبر أنك صرت عبئا على العهد وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من المكونات السياسية. العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على إطلاق عجلة الإنقاذ الاقتصادي والمالي والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير المقفلة. أضافت مقدمة تلفزيون المستقبل العهد ينجح إذا لم تنزع عنه صفة بي الكل وحامي الكل ومسؤول عن كل اللبنانيين. شارك يا معالي الوزير إذن في نجاح العهد.
الأمور بين الوزير اليسبو صعب والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري استعرت قبل أن يكتفي كل منهما بما قاله. السجال بين الرجلين انطلق على خلفية حكم المحكمة العسكرية في قضية المقدم سوزان الحج، وتوقف أمس بتغريدتين لكل من بوصعب والحريري أنهياها سوية بعبارة منتهية، بما يعني أنها آخر تغريدات السجال، وبالفعل لم يسجل أي موقف لهما بعد ذلك. اللافت أن التغريدتين أرفقتا بفيديو، الأول من بوصعب وهو عبارة عن فيديو مسرب لأحمد الحريري في خلال زيارته الانتخابية لمفتي رشي السابق الشيخ بسام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير كسارة في زحلي. ويكشف الفيديو اتصالا هاتفيا قام به الحريري بالقاضي هاني حلمي الحجار للتوسط لإنهاء ملف الشيخ الطراس في خلال جلسة محاكمته، وكتب بصعب لسانك حصانك منتهية. ورد الحريري بنشر فيديو آخر عبر تويتر نقلا عن شاشة الأو تي في يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع المعلومات للتحقيق معه بناء لإشارة القاضي الحجار. وكتب الحريري ردا على أبو صعب: معالي وزير الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا، إن هنته هانك منتهية. النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار نبه في حديث إلى صحيفة اللواء إلى أن ما يحصل اليوم من تعاط للتيار الوطني الحر يزعزع أسس التسوية، وقال أن استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات المستقبل هو افتراء لن نقبل به. النائب محمد كبارة رأى من جهته أن الوزير باسيل ينفذ انقلابا صريحا على اتفاق الطائف من أجل صياغة دستور جديد على قياسه يؤمن له الوصول إلى رئاسة الجمهورية. أضاف إن ما يحصل هو عملية انقلاب كاملة تنسف التسوية الرئاسية وتلغي الطائف من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء المارونية السياسية التي أوصلت لبنان إلى الحرب الأهلية. وفي المقابل أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر أنه لا يوجد خطر على التسوية السياسية القائمة بين تيار الحر وتيار المستقبل، وقال: توجد اختلافات في الرأي بسيطة فقط ولا إشكالات بيننا. قراءة مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الذي انضم إلينا. صباح الخير. صباح النور لك ولمستمعينك. استاذ بلال، رأيك كمراقب من بعيد بما يجري بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟ يعني هذا نموذج على التفاهمات الثنائية بهذا النظام الطائفي. للأسف هذه التفاهمات لا تبني وطن، مش معناتها أنه نحن نرفض التسوية اللي أنتجت انتخابات رئيس الجمهورية، أنتجت قرار انتخاب، ولكن نحن منحبذ يكون في تفاهمات وطنية لنشوف أي لبنان نريد، لأنه التسويات ذات الطابع الطائفي والمذهبي حتى ضمن الطوائف بين الطوائف ستكون دائما عرضة للاهتزاز. مجرد ما تتغير الأجندة الداخلية، التعيينات المحاصصة، التسويات، الظروف الإقليمية، حتلاقي هذه التسويات تهتز. البلد ليس بحاجة أكثر إلى خضات إضافية. عم نعالج كمان شكلنا الاقتصادية والاجتماعية. بتشوف أنه سيكون هناك تأثير لهذا الاحتقان السياسي على مناقشة مشروع الموازنة بمجلس النواب؟ مشروع الموازنة هلأ لا، مشروع الموازنة صار ملك النواب، ملك النواب، ملك ضمير النواب. كيف بدنا نتعاطى مع مشروع موازنة عدته الحكومة مجتمعة؟ يمكن ببعض الأماكن أصابت، في أماكن أخرى لم تصيب. واجباتنا أن نقوم ونصوب ونصحح موارد الأقصاء لناحية تأكيد توزيع العبء بعدالة اجتماعية أكثر، ولكن مردود هذا الجو السياسي على الموازنة ما بتطور. احنا حرصنا وصرحنا دائما في مجلس النواب أن نحمي هذه المؤسسة، نحمي الشعب اللبناني، نحمي مصالح الشعب اللبناني، لأنه هذه التسويات طلعت أو نزلت، الخلافات دائما على الطريقة اللبنانية بالوقت المناسب يجب أن يكون لها حل. شكرا لعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله. والآن إلى تغريدة الصباح.
غرد النائب السابق بطرس حرب على حسابه على تويتر كاتبا: المطلوب من تجار الغرائز الطائفية المستغلين لقلق المسيحيين على المصير والناتج عن سياسة الوصاية السورية الرامية إلى إضعاف الوجود المسيحي الفاعل والحر أن يوقفوا مزايداتهم وولدناتهم ليتعرفوا إلى تاريخ لبنان وحكمة آباء الاستقلال المستندة على وطنية المسيحيين ووعيهم وثقافتهم. أضاف حرب: عندما أذكر غباءهم أعني غباء تجار الطائفية وليس غباء المسيحيين لا سمح الله. كما غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه على تويتر كاتبا: إلى من ينزعج من كلام الوزير باسيل في الداخل وكلام السيد حسن نصر الله الموجه إلى العرب وأمريكا، نبهنا ودفعنا ثمن تنبيهنا، لم تستمعوا ظنا منكم أنكم أذكياء وعارفون وعلماء، تبين أنكم متوفرون في الحياة السياسية ولستم صانعي قرارات. وختم بالقول: من يزرع الريح يحصد العاصفة. بعد الفاصل، تحمية نيابية لمناقشة الموازنة. غليان مطلبي في الجامعة اللبنانية والإضراب مفتوح، ماذا عن احتجاجات الطلاب وما مصير الحصص الضائعة والامتحانات والأبحاث المعلقة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ظاهر، ومداخلات لرئيس مجلس المندوبين في الجامعة الدكتور علي رحال وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومعنيين، الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. رحلة مناقشة الموازنة تنطلق اليوم في ساحة النجم، كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. تعقد لجنة المال والموازنة النيابية اليوم أول اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وخصص رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الاجتماع اليوم لمناقشة الفزلكة بعد تسلمه المشروع من وزير المال علي حسن خليل. وزير المال سيطلع اللجنة على أبرز ما تضمنه مشروع الموازنة والأسباب الموجبة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون تمديد الصرف على القاعدة 22 إلى 30 من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة الاستثنائية حيث انتهى مفعول الصرف الحالي نهاية أيار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس بري بالتزامن مع دراسة الموازنة التي ستتابع جلساتها بعد العيد. مصادر رئيس اللجنة أشارت إلى أن اللجنة تتحضر لعقد جلستين في اليوم في سعي للانتهاء من دراسة وإقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز، بما يفسح في المجال أمام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ أو النقص الذي حصل في المشروع خلال مناقشات مجلس الوزراء. رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان تمنى على النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والإصلاحات المطلوبة. تزامنا يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال إلى الديوان، وقالت مصادر نيابية إن تحفظ الديوان على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات. على خط التحركات المطلبية، علم أن العسكريين المتقاعدين يعدون لتحرك تصعيدي جديد في خلال جلسات مناقشة الموازنة. في سياق غير بعيد وفيما يستمر إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية للأسبوع الرابع، دعا رئيس مجلس المندوبين في الجامعة الدكتور علي رحال إلى اجتماع للبحث في أوضاع الجامعة والمخاطر التي تتعرض لها. على خط اعتكاف القضاة، دعا وزير العدل ألبرت سرحان القضاة المعتكفين إلى العودة لمزاولة مهامهم وفاء لقسمهم، مؤكدا أن عمل التفتيش القضائي مستمر في ملفات التحقيق المتعلقة بالفساد القضائي المتصل بقضاة محددين هم موضع شبهه. ورفض سرحان التعليق على ما يجري من سجلات تتعلق بالقضاء.
قراءة في مشروع الموازنة ومساره النيابي مع عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير لك ولمستمعي صوت لبنان. أي مسار تتوقع للموازنة بمجلس النواب بضوء الاشتباك السياسي الدائر؟ هل ستقتحم هذه الأجواء اجتماع لجنة المال والموازنة وتاليا الاجتماعات النيابية؟ يعني لا أعتقد ذلك. يعني الوضع في لبنان المالي والاقتصادي حساس جدا، ويجب أن نرتقي جميعا فوق يعني هذه الخلافات. يعني مثل بقوله بالعربي مش وقتها الأمور هيدي. لبنان أمامه تحدي كبير جدا مالي، يعني مستقبل البلد اليوم يتوقف على حسن تصرفنا بمواضيع المالية والاقتصادية والحكم في هذا التصرف. طبعا يعني نحن لا نرغب أبدا في أن يكون هناك داخل لجنة المال والموازنة سوى يعني أجواء جدية لمقاربة هذه الموازنة بشكل عاقل بشكل متوازن، وأن نستطيع أن يعني نخرج بموازنة تعزز الوضع المالي، لا تؤذي الاقتصاد اللبناني، لأنه في بعض الأمور نعتقد أنها يعني تساعد في الانكماش. مثل شو معالي الوزير ينبغي أن يعدل في هذا المشروع؟ يعني مثلا في أحد البنود يجعل ضريبة القيمة المضافة تنخفض يعني للدخول فيها لخمسين مليون ليرة. يعني إذا المهن الصغيرة كلها ساعتها يعني أي ميكانيكي أي صالون حلاقة أي دكاني حيصيروا مضطرين يعملوا حسابات ويجيبوا، يعني في إرباك كبير للاقتصاد اللبناني. يعني نضرب الصغار فعمليا يعني، وطبعا في أمور أخرى سنبحث فيها. من أهم الأمور اليوم أنه تعرف بالموازنة سيكون هناك الكثير من المساهمات، يعني مساهمة إلى المجلس الفلاني ومساهمة إلى المؤسسة العامة الفلانية وغيره. وسنطلب من وزارة المال قبل أن ندخل في بحث أي مساهمة أن تزودنا بالتفاصيل حسابات هذه المؤسسات وهذه الصناديق وهذه يعني أنا لا مثلا لن أوافق على أن يكون هناك لنفترض 300 مليار ليرة لأجيره بدون أن أطلع على التفاصيل شو عم تعمل فيهم. نفس الشيء بمؤسسة الكهرباء، نفس الشيء بغيرها وبغيرها. يعني يطلب منا مثلا مليارات لمؤسسة كهرباء لبنان بدون أن نعلم يعني حساباتها شو هي. فطبعا أنا سأطلب اليوم في بداية الجلسة أنه قبل أن ندخل في دراسة أي مساهمة أو أي سلفة أن نزود بتفاصيل حسابات هذه المؤسسات. لأنه مؤسسة يعني مثلا الوزارات تأتي موازنات يعني الإدارات العامة واضحة، 5 مليون مفروشات، 3 مليون يعني كلها بنود مدققة، ولكن قسم كبير من الموازنة يذهب إلى مساهمات ومؤسسات لا نعرف ماذا تفعل. فسنطلب التدقيق في ذلك، وسنطلع أنه شو نظرتهم لكثير من الأمور أيضا. يعني مثلا موضوع الضمان الاجتماعي، أنا يقلقني موضوع الضمان الاجتماعي. من أي زاوية؟ من زاوية تسديد الدولة مستحقاتها للضمان. يعني الضمان الصحي يغطي مئات ألوف الناس في لبنان، ويعني الدولة لا تقوم بتسديد يعني حتى مش فقط مساهمتها 25% من أموال الضمان، حتى لا تسدد يعني الكلفة على موظفين الدولة اللي بيستفيدوا من الضمان. بتعرف أنت المتعاقدين والأجراء كله هدول ما بيستفيدوا من تعاونية الموظفين، يستفيدوا من الضمان. يعني هدول موجودين في الضمان، مسجلين في الضمان، بتعالجوا صحيا بالضمان، بياخدوا تعويض عائلي، بياخدوا نهاية خدمة، والدولة ما عم تسدد اشتراكاتها. بينما أي مؤسسة خاصة عندها موظفين ثلاثة تعاقب بسرعة إذا لم تسجل وتسدد عن موظفينا. فيعني هذه الأمور كلها نريد أن يعني نبحث، لأنه هذه أمور حساسة بالنسبة للبلد. شكرا لعضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر. ما
من المتوقع أن يزور وزير الدفاع اليسب صعب روسيا نهاية الشهر الجاري بعدما تلقى دعوة من نظيره الروسي سيرجي شويغو للمشاركة في منتدى الجيش الروسي 2019 الذي سيعقد في موسكو. بوصعب أكد لصحيفة الأخبار أن اتفاقية التعاون العسكري اللبناني الروسي لا تحتاج إلى أي تعديلات وأنها تنتظر وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية هي الجهة المخولة للتحدث باسم القوات المسلحة وليس أي طرف آخر. رئيس حركة التغيير إلي محفوظ انتقد في مؤتمر صحفي الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كان بيقدر السيد حسن يسأل ويسائل وزراء الحزب اللي موجودين بالحكومة بدون ما يبين للعالم أجمع بأنه هو يغرد خارج سرب الشرعية اللبنانية، وأصلا الشرعية اللبنانية اللي السيد حسن صار لهم فترة بيعملوا معارك ليكونوا موجودين ضمن التركيبة الحكومية لسبب أنه يريد الاحتماء بمشروعية الدولة اللبنانية من بعد ما أصبح حزب الله حزب محظور بأكثر من دولة بالعالم وأصبح مدرج على أكثر من لائحة من اللوائح يلي مصنفته بالإرهاب. في ضربات جوية هي الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة، أعلن النظام السوري فجر اليوم أنه تعرض لهجوم صاروخي على مطار التيفور العسكري في ريف حمص، ولفت إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لتلك الهجمات ومصدرها إسرائيل. الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وتسببه بأضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد. ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية دمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار، فيما أصابت صواريخ أخرى حرمه. إلى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على المطار الذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. أضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 على الأقل بينهم جندي من قوات النظام، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطيرة. وكانت إسرائيل قد شنت فجر أمس ضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا، ما أسفر عن سقوط 10 قتلهم 3 جنود من قوات النظام السوري و7 مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية. ميدانيا أيضا سقط 14 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 30 آخرين في انفجار سيارة مفخخة قرب مقر الأمن الجنائي في وسط مدينة أعزاز. وسط هذه الأجواء طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من النظام السوري وموسكو وطهران بوقف القصف المروع على إدلب، مبديا أسفه لأن الكثير من المدنيين يذهبون ضحية هذه المذبحة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إيران تدعم حزب الله بمبالغ مالية طائلة، ولفت إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تحول في هذا الإطار أكثر من 100 مليون دولار إلى حزب الله تحت غطاء دبلوماسي إلى لبنان ثم إلى الحزب. تزامنا استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انعقاد أي مفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن مواصلة الضغوط على طهران لن تترك أي تأثيرات على نهجها. إيرانيا أيضا نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعا يظهر قيام الحرس الثوري بإطلاق صاروخ باليستي من نوع قيام واحد من قاعدة تحت الأرض داخل نفق في الجبال، لكنها لم تذكر متى تمت تجربة الإطلاق. دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض إلى إعلان العصيان المدني الشامل ضد المجلس العسكري الذي حشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، واعتبر أن المعتصمين يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام. وفيما يسجل إطلاق نار كثيف في محيط الاعتصام، أكدت لجنة أطباء السودان مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات. والآن إلى أخبار الرياضة مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع أخبار كرة السلة الأمريكية، مع المواجهة الثانية بالنهائي بين تورونتو وجولدن ستيت. تورونتو كان ربح المباراة الأولى على أرضه، ولكن خسر المباراة الثانية بفارق 5 نقاط 104-109، وبالتالي جولدن ستيت عم بعادل 1-1 النقاط بهذه السلسلة.
منتبع مع مباراته دي بكرة القدم كانت عم تصير امبارح بين فرنسا وبوليفيا وانتهت لمصلحة المنتخب الفرنسي 2-0. جريزمان وليمار بيسجلوا هدفي منتخب الديوك. منتبع مع أخبار التنس وتحديدا مع أبرز المواجهات اللي كانت عم بتصير بدور ال 16 من دورة رولان جاروس. عند السيدات انتصارات لمارتيتش، سافنز، كونتا وفاندروزوفا. أما عند الرجال فانتصارات لفيدرير على ماير، فافرينكا على تسيتي باس بعد 5 ساعات و10 دقائق، ولنادال على لونديرو. إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية. في اختصار، استكانة نسبية في الاشتباك بين التيارين الأزرق والبرتقالي والحرير اتصل ببسيل مؤكدا تمسكه بالتسوية الرئاسية. رئيس التيار الحر يحاول التبريد. شيء أنه بدي شيل مدير عام قوى الأمن الداخلي وعبس بكرامة الطائفة كلها سوا، هيدا كله افتراضي. ومصادر المستقبل تتهمه بالسعي للهيمنة على التعيينات الإدارية. لجنة المال تبدأ اليوم مناقشة الموازنة بالاستماع إلى وزير المالية. صواريخ إسرائيلية على مطار التيفور بعد غارات على الجنوب السوري. المجلس العسكري السوداني يتجه إلى فض الاعتصام بالقوة، وتجمع المهنيين المعارض يدعو إلى إعلان العصيان المدني الشامل. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم متابعتكم.